سلامة أول مرة تصوم وهي حامل. هي الدراسات أشارت أن في الثلثين الثاني والثالث من الحمل الصيام يا سلامة ما له تأثير على صحة الجنين والأم. أها. إذا كان الحمل طبيعي والأم بصحة جيدة، ولكن أكيد تصومين بعد استشارة طبيبك. الأهم أنك تلتزمين بنظام معين. أها. وما تأخذين طعامك الإفطار مرة واحدة، إنما قسميه لعدة وجبات صغيرة لتخفيف خطر عسر الهضم وضيق التنفس. ها؟ كثري من شرب السوائل وتناولي الفواكه. حاولي لا تقللين من السعرات الحرارية عن 2200 ل2400 سعرة حرارية يوميا. أما الحالات اللي لازم تنتبهين لها فبتكلمك عنها الدكتورة بدرية. أها. أكيد يا سلامة، لازم تفطرين إذا حسيت بدوار، خفقان في القلب، اضطراب الرؤية أو قلة حركة الجنين. وفي حالات الحامل ما تقدر تصوم فيها مثل فقر دم الحمل، الحمل بالتوأم، القيء المتكرر خلال أول 3 أشهر، والإصابة بالسكري. وداء السكري الحملي يصيب 9% من الحوامل وانشخصه بعد الشهر 5، ويحتاج المتابعة من الطبيب اللي يقرر إذا تقدر الحامل تصوم أو لا. ومبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.